نروح مع حضراتكم لأولى أخبارنا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة. خلال هذا اللقاء أكد سيادته اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل اللي بتواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم. وكمان استعرض سيادته التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية اللي بتتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة. سعيد بلقائكم، كل الدعم لكم، الدعم ده وجهدكم احنا محتاجينه، نجاحكم احنا محتاجينه وزياده. انا بكلمكم النهارده في البدايه ديت، انا عارف طبعا رجال الاعمال دايما والمستثمرين يعني بيفكروا طبعا في اشغالهم، وانا معاهم ومصر محتاجه. احنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي ان الدوله قادره على الانطلاق بجد، قادره على الانطلاق بجد. يبقى تبقى ايه؟ ان احنا كدولة معاكم، اولا احنا واثقين فيكم جدا، وده برضو كلام مش معنوي. طب احنا محتاجين ان احنا ندعم ده؟ طبعا. نشجعه؟ ايوه. نكبره؟ ايوه. احنا مركب واحدة ونحقق توازن في الطرح، لكن ما يبقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل، وده امر احنا نسمعه، ولكن ايضا افكار، أفكار لحلول مسائل. طب مصر فيها فرصة؟ طبعا مصر فيها فرصة، طبعا مصر عندها فرصة للنمو، أيوة. بص، كل اللي احنا فيه ده صحيح، المشكلة بتاعت كورونا والأزمة الروسية وتأثيرها، برضو بقول تاني، برضو هنعبرها أو هنعديها. فبلد زي مصر فيها فرص نجاح هائلة، باللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لها وجهزنا لكم، مش بنية تشريعية فقط، ولكن أنا عايز أقول خلال سنتين يعني إحنا هنكون مواني مصر، مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأنا لا أبالغ. واللي يعرف ويشوف إحنا بنعمل حاجتنا إزاي يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان خمس سنين، لا، آخر السنة الجاية يا دكتور مصطفى، لا مش كده، أبو قير ودمياط وإسكندرية والسخنة وجرجوب خلصت وبرنس خلصت، مواني درجة أولى، ثم شبكة الطرق. الخلاصة يعني إن السوق المصري سوق كبير، إحنا حريصين على إن إحنا أنتم يعني تنموا وتكبروا أكتر، مش أنتم بس، وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كان الكلام خلال الشهور يمكن السنين اللي فاتت اتكلموا قالوا حجم الاقتصاد الخاص، وانا بقول 75% من اقتصاد مصر في ايد القطاع الخاص مش قطاع الدوله. وبالمناسبه، وانا الكلام ده قلته قبل كده وبقوله لكم تاني، وقولوه عني لكل الاشقاء رجال الاعمال، احنا عايزين رجال الاعمال تدخل اكتر في الاقتصاد بتاع الايه؟ الدوله بجد. طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضه هيبقى فرصه ان احنا يبقى في نقاش اكتر من كده وكلام اعمق من كده من الناحيتين، من جانب المسؤولين ومن جانب رجال الاعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع دوت، ونطرح حلول ونطرح مسار ممكن يبقى ده خريطه عمل ان شاء الله في نهايه المؤتمر. فانا برحب بيكم، اهلا وسهلا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث كثيرة جدا مهمة، زي الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات. امبارح أيضا التقى قائد القوات البحرية ورفع العلم المصري على الفرقاطة العزيز إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. غير أن القوات المسلحة أيضا نظمت مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية، وقال إنه في توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين. امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تأثير مختلف المشروعات القومية على تحسين حياة المواطنين وتعزيز حركة الصناعة والاستثمار والصادرات، وده بالمقارنة بالأوضاع اللي كانت موجودة قبل وبعد 2014 في شتى قطاعات الدولة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة تسلمت الفرقاطة الأولى طراز ميكو A200 اللي تم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية، وده إذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية اللي بتشهد في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية. وخلال الاحتفال اللي أقيم بمدينة بريمرهافن الألمانية، قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة العزيز، واللي بتعد واحدة من أصل 4 فرقاطات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. برضه امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجان رياضي على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بالمناسبة دي. فعاليات المهرجان تضمنت إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين. نروح لأخبار المحافظات اللي معنا فيها النهاردة مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها زراعة 18,000 شجرة بالطرق والمحاور المرورية في اسكندرية، وأيضا تنفيذ 39,000 مشروع تنموي وخدمي للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم. أما بالنسبة لملاوي في المنيا فحصل حظر سير للتوك توك في شوارع هذه المدينة. أخبار تانية كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها الانتهاء من زراعة 18,000 شجرة بالطرق والمحاور المرورية، وده ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة. وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة وزيادة التشجير على المحاور الرئيسية. في الفيوم مديرية التضامن قالت إنها نفذت أكثر من 39,000 مشروع تنموي وخدمي، زي تسليم أكشاك ورؤوس مواشي والمساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ده غير تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة. في بني سويف بتواصل الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية أعمالها في قرى ومراكز المحافظة، وقالت مديرية الطب البيطري إن إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها وصل ل 15,000 رأس من الأغنام والماعز.
فأسوان عقد المحافظ اللواء أشرف عطية اجتماع استعرض فيه جهود أجهزة المحافظة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتم مناقشة آلية طرح المحلات والوحدات بالمولات التجارية للشباب في المحافظة. في الإسماعيلية تم تنظيم المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم القناة. في المنوفية كلف المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بحصر جميع الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات العاجلة استعداداً لموسم الشتاء. في المنيا قرر اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملاوي حظر سير التوك توك بشوارع المدينة بالتنسيق مع وحدة مرور ملاوي، وقال إن القرار ده بيأتي في إطار منع انتشار العشوائيات بالشوارع وتيسيراً لحركة المرور ومنع أي تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والطرق العامة داخل المدينة. في الشرقية أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إنه تم تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بجميع مراكز المحافظة، وده بهدف مكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية.